لكن يبقى هناك الكثير ب بعضمة لسانه العرب وشرف القيادة الأهلوية الحقيقة كأس العرب الرائعة في الدوحة حاليا واللي المنتخب مصر تأهل ليها لمواجهة نسور قرطاج يوم الأربعاء إن شاء الله فيها ظاهرة لافتة جدا عن قيمة وتؤل فرقة النادي الأهلي انه ثلاثه من المنتخبات العربيه المتاهله للادوار المتقدمه كابتنهم لاعيبه النادي الاهلي بدر بنون كابتن المغرب وشفت دوره وتاثيره في المباراه الاروع في البطوله المغرب والجزائر واحده من المباريات الكبرى ومن هداف الفريق ده جاب ثلاث اجوال وبدري له هذا التاثير مع الفريق كقائد وايضا كهداف ايضا من النادي الآلي علي معلول اللي سمعته راي الان الفرنسي فيه وازاي هو لاعب مؤثر جدا في بناء الفريق التونسي بجاهز علي معلول يقود المنتخب التونسي في الدور اللي جاي النصف النهائي منتخب مصر يقوده عمرو السوليه بكل القدره والكفاءه والنضج الحياة اللي كل الناس بقت مبسوطه انه عمرو السوليه قد كده بقى عنده نضج وعنده شخصيه وعنده قدرات وسمات قياديه واضحه جدا يمكن من ساعه الاسيست اللي عمله لشريف وهو بقى فتح خير عليه بقت عنده ملكات عاليه جدا في القياده وله دور مؤثر في الفريق كابتن فاروق جعفر لما تحدث كمان عن تاثير محمد شريف في قياده منتخب مصر كان له راي مهم نسمعه محمد شريف محمد شريف كان منتج امتى؟ لما دخل نص مص... لما دخل مهاجم بيلعب رقم تسعه لما كان بيلعب في البدايه اما نزله لعبه ناحيه الشمال ما كنتش بتاخد منه منتج لما حطيته في الحته دي انت حطيته في مكان وظفته في مكانه اللي هو اللي هو مع... دي امكانياته وقدراته اللي معروف عنه ان هو لعب رقم تسعه لما دخلته جوه وطلعت مروان هنا بدا بدا المنتخب الشكل بتاعه يتغير بقى في استحواذ عمرو السليه النهارده بيأدي بشكل كويس جدا من افضل اللعيبه الموجودين في الملعب عمرو السليه لعيب بيشتغل بشكل كويس عنده خبراته وبيقدر في توقيت معين انت محتاج الهجمه محتاج السيطره الاستحواذ هادي عارف بيعمل ايه في الملعب وانت محتاج حد زي ده طبعا انا عايز اقول لك حاجه مم. كابتن فاروق لمس ان ربما الاكثر انصافا واستفاده من قدرات محمد شريف انه يبقى راس حربه. لكن برضو عايزين نوضح نقطه هو ليه بيلعب محمد شريف طرف؟, طرف. انه دايما بيقطع على جوه لما تبقى الهجمه من الناحيه دي بتلاقي محمد شريف في مركز راس الحربه آه. واحرز هدفا في مباراه آه. السودان. أي. يتكرر الامر عشان تعرف انها مساله تكتيكيه مظبوطه وان انا راجل لما بتفرج بفكر برضه. آه. احمد رفعت الجون اللي جابه آه الثاني بتاع في ماتش الاردن جابه منين؟ من مركز رأس الحرب كسر على جوه وخد التمريرة اللي بالخلف هو أسلوب لكن بيظلم اللاعب اللي هو رأس الحرب الأساسي اللي محتاج إنه يكون موجود هنا عشان يقدر يس يعني يستفيد من مهاراته الخاصة ولكن أحيانا مفيش مانع أن العام يفرض رأيه الخاص. <applause> يعني المصلحه العامه تفرض رايها انما سواء هو طرف سواء راس حربه هو لاعب لا غنى عنه في منتخب مصر الحقيقه كمان عمرو السوليه زي ما قلت لكم وهذا التاثير قوي جدا ليه بقى, آه. بقى حدوته وبقى بيستحق فعلا كل هذه الاشادات ونشوف راي كابتن ميدو فيه مصر في البطوله دي كسبت قائد جديد وهو عمرو السوليه يعني انا شايف نضوج أو حصل نضج كبير جدا لشخصية السوليه في الملعب وحوالين الملعب. أنا النهارده شايف في فعلا قائد حقيقي لمنتخب مصر. والسوليه ممكن يكون قبل كده ما كانش مبين الحته دي. البطوله دي مصر عندها كابتن فرقه. كابتن فرقه قائد ب... ب... أنا حاسس بيه حاسس بيه إن أنا, أنا بحس باللعيب اللي عنده شخصيه. بيتكلم مع اللعيبه وفي الاوقات الصعبه هو اول واحد موجود مصر كسبت قائد جديد في في عمرو السوليه في بطوله في بطوله في بطوله كاس العرب وهو ده اللي مصر محتاجاه محتاجه, محتاجة لعيبه عندهم شخصيه والسوليه اصبح يعني قائد فعلا للمنتخب وهو ده تمالي الكلام اللي احنا كنا بنقوله القياده ليست شاره تعلق في اليد ولكن مسؤوليه تمارس داخل الملعب وخارج الملعب، وتمارس وكلما كانت حاسمه وهادئه وفي التوقيت المناسب بالشكل المناسب، كلما كان صاحبها اكثر جداره بتحمل هذه المسؤوليه. انا مش مع فكره ان دي حاجه جديده ظهرت في عمرو سليه، هي حاجه ظهرت لما تحمل هذه المسؤوليه، لانها سمات شخصيه فيه. هو شخص موزون داخل الملعب وخارج الملعب ويتحمل المسؤوليه ولا يدعي ولا يمثل لكن دايما بتغ... ولذلك عمرو السليه يتارجح بين السبعه والتسعه واحيانا اكثر من تسعه من عشره في ادائه ليه؟ تحمله للمسؤوليه تاثيره على زملائه بالهدوء والقناعه والتدخل المناسب استاذ ابراهيم، هتجد ان كل الناس اللي اتكلمت تسمع راي ابراهيم فايق ما, ما ما انا بقول هتشوف ابراهيم وحسب مستكاوي يعني مع احترامي للجميع، لكن نشوفهم كل واحد لمس ايه في جانب من الجوانب نشوف ابراهيم هذه فاهم. الجداره يعني عمرو السليه اصبح يغرد بقوه في مساله قياده المنتخب شخصية عمرو السليه يا جماعه اللي متابع حالة التطور اللي حصلت لعمرو السليه خلال الموسمين ثلاثه اللي فاتوا يتفاجئ السليه اتنقل نقله قياديه بالاضافه لشغله الفني مميز جدا 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 فبقى عندك فعلا قائد في نص الملعب سمات القياده في الشراسه في التوجيه في الاداء المنضبط في توجيه باقي زملائه في الملعب يديلك انطباع قد ايه حاله التميز اللي وصل لها عمرو وهو يستحق عن جداره ان يفوز اليوم بجائزه افضل لاعب في المباراه. رجوله واداء وتركيز. يعني وهو يؤدي هذا الدور العام لم ينشغل عن اثبات جدارته وتاثيره الشخصي والفردي في تحمله مسؤوليته الفنيه. مر... تاني مره يفوز بافضل لاعب في المباراه. والحقيقه بعد المباراه عمرو السليه لما اتكلم ارجع كل حاجه لزمايله دي الشخصيه بدي الجائزه هديه لزملائي زملائي هم اللي ساعدوني انا بحاول اساعد الفريق وبالتالي احنا فرقه واحده كل هدفنا خدمه المنتخب في البطوله وازاي نقدر نحقق كل طموحاتنا ده كان